أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح له كل المجد. كنا في حلقة سابقة عن موضوع التبرير، وكان العنوان كيف يتبرر الإنسان عند الله. وفي هذه الحلقة رح نتكلم عن أنواع التبرير مع دكتور سامح عزيز. أنا بشجعك إنك تشاهد هذه الحلقة، بصراحة حلقة مهمة جدا، فيها استفادة وبركة روحية لكل واحد. والشيء الجميل تدرك كم كلفت يعني السماء لكي يتعامل ويتفاعل مع الإنسان المحتاج لسبب محبته ونعمته. أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.